قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأبجور شرائحة، حلقة متميزة بعنوان الثقافة المسيحية أين نحن؟ وقد أجرى البرنامج عدة اتصالات هاتفية جرى خلالها مناقشة التحديات التي يواجهها المسيحيون في ظل بيئة تتسم بالتعددية الثقافية والاجتماعية والفكرية. فإلى هناك اليوم موضوعنا علشان ندخل فيه، لأنه في عنا كمان اتصالات كثيرة من سوف يتحدثون بموضوع الثقافة المسيحية وبين الواقع والتوقع المرجو المرجو بين الواقع والتحديات بين المعاش الثقافة المسيحية المعاشة. وأنتم بتعرفوا أن ثقافتنا المسيحية هي اللي بتحدد هويتنا المسيحية. فثقافتنا المسيحية لما بنحكي عن هذا الموضوع، طبعا الناس بتقول إيش يعني ثقافة مسيحية، يعني وشو المعنى من هذا الثقافة، وهذا الموضوع لماذا اختاروه نور الساد بحلقة صباحكم نور باسمة سمعان وأبونا جورج شرايحة. فالثقافة زي أي ثقافة، زي الثقافة الوطنية، الثقافة الدينية، الثقافة المسيحية، الثقافة الإسلامية، ثقافة مجتمعية. ففي مقدمة أنا بحب أحكيها، طبعا إحنا منعيش كمسيحيين ببيئة تتسم بالتنوع، التنوع الثقافي اجتماعي فكري، بنتعامل مع بعض القضايا اللي بتتعلق بالتحديات الحديثة مثل التقدم التكنولوجي، التعددية الثقافية، التغيرات الاجتماعية. طبعا احنا بنواجه تحديات بمجال مثل الأخلاق، السياسة، العلاقات الاجتماعية، طبعا وبنحاول التوفيق ما بين القيم الدينية والحياة العصرية. طبعا على سبيل المثال في قضية الأخلاق، يجد المسيحيون أنفسهم في مواجهة تحديات تتعلق بالقضايا الأخلاقية المعاصرة مثل الإجهاض، الزواج المثلي، والتكنولوجيا الحيوية. لكن هو المنظور الأساسي أبونا أنت كنت عم بدك تحكي فيه في البداية عن الثقافة المسيحية. نعم، فتفضل، كان عندك تعليق؟ لا، تعليق بسيط، بس أنا بحكي بين الثقافة المسيحية وبين اللاهوت المسيحي. تكمن العقيدة باللاهوت، نعم، والممارسة العملية من خلال الثقافة. لما بنحكي الثقافة، شو هي الثقافة؟ هي مجموعة العلوم والفنون والقيم والمبادئ لحضارة ما، لأنه هاي الثقافة لازم تنتج حضارة. نعم، سواء عمرانية، سواء تكنولوجية، سواء أنها تكون مثمرة. نعم، يعني ثقافتنا المسيحية، أحكي أنا مثقف مسيحي ومنعزل وعايش لحالي؟ لا، ما أنا عايش في مجتمع، وكمان ماخذ من جزء ثقافة البلد، سواء نعم، كانت السياسية أو القومية أو الوطنية اللي أنا بنتمي إلها. زي ما سألوا أحد المعلقين إنه إحنا قاعدين بنميل للثقافة الغربية. بالضبط. نعم، لأنه في ثقافة اسمها الثقافة العربية المسيحية. نعم، وفي ثقافة غربية كمان، هناك يعني بتلاقح الثقافات مع بعضها البعض، بصير المستشرقين يجوا يكتبوا عن هون لهنا، وطلابنا اللي بيدرسوا في البلاد الاغتراب كمان. فما في ثقافة بتظلها هي الثقافة ثابتة إلا إذا كانت قائمة على مبادئ دينية. وهي الثقافة مجموعة الأفكار والمعارف والتقاليد والتصورات والقيم التي تشكل موروثا للمجتمع، والتي نعم، تنتقل من جيل إلى جيل عبر الزمان. نعم، وهذه هي التي تشكل هذه الثقافة هوية المجتمع. أي مجتمع له طابع معين، له صبغة معينة، له شعائر، له فنون، له آداب، وله علوم، وله موسيقى. ونخص هنا أيضا الكنيسة أو بشكل أوسع المسيحية التي لها مفاهيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والفلسفية والروحية على رأس هذه المفاهيم. وأكيد المسيحية إذا جاز أن نحددها هي الديانة التي تؤمن بالله الواحد الذي يتجلى في الأقانيم الثلاث، الآب والابن والروح القدس، والتي تؤمن أيضا بالإنجيل، كلمة الله الموجه للبشرية، وأن يسوع المسيح هو ابن الله والمخلص الذي جاء إلى العالم ليفدي البشرية من الخطيئة ويعيد العلاقة بين الإنسان والله. لغياب هذا المسمى كما نلاحظ عن ألسنة كثرة ساحقة من الناس، ومنهم الصحيح شريحة محسوبة على الجسم الثقافي والتربوي
والإعلامي. حتى مع الأسف يعني في حالات يعني على بعض يعني شخصيات دينية. نعم. حيث ينكرون ثقافتنا وما حملت يعني من مخزون روحي ثامن ومستماوي ومخزون تعليمي وإرشادي وغير ذلك. يعني هذا المخزون يصلح ليكون لكل زمان ومكان، ويشكل أيضا بوصلة لكل الأمم والشعوب. أقول يعني على ما سبق، ينبغي علي كمسيحي أن أقول ثقافتي شرقية عربية مسيحية متشربة من أثير الشرق. نعم. اكتسبت طبعا من مدنيات وحضارات وثقافات وفلسفات عصور من قبل بعض الجوانب، وتلاقحت معها والتقت ثقافات أخرى فيما بعد دون إذابة ثقافتي كمسيحي. فعلا هذا الموضوع، موضوع الثقافة المسيحية، موضوع عميق وواسع، وهو ملح كحياة، كمنسوب ثقافي عام، وكحالة لابد من أن نرفع من سويتها حتى نستطيع أن نكون مدمجين ما بين الثقافة والإيمان. نعم. ولذلك أقول أن لا, 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 لا يوقف الإيمان الموروث إلا منسوب الثقافة المسيحية المرتفعة. يعني عندما نتكلم عن إيمان موروث، نعم، هذا لابد أن يتصدى له منسوب ثقافي مسيحي مرتفع. نعم. وبالتالي الإيمان هو يجب وبالضرورة أن يكون المقدمة الأولى لبناء الثقافة المسيحية. أنا بدي يعني بس أسلط الضوء من الناحية الثقافة المسيحية فكريا. نعم. فكريا كإطار فكري، كيف يمكن لهذه الثقافة أن تكون. نعم. وبالتالي فإن الثقافة المسيحية جذرها الالتزام ومنسوب الوعي الإيماني، وتاجها المحبة، وغايتها المجد. ما في ثقافة مسيحية بتكون خالية من هذه العناصر الرئيسية الثلاثة. بالتالي المثقف المسيحي عليه أن يكون دائما في قلب الحدث وليس على هامش الحدث، لأنه يجب أن يكون شاهدا في المجتمع، وأن نكون شاهدا في المجتمع لا يجوز أن يخرج من قلب الحدث، عليه أن يكون دائما في قلب الحدث، لأنه هذه هي الشهادة المسيحية. الثقافة المسيحية حقيقة تعتبر يعني أولى بنود الإنسانية فيها، أنها إنسانية وليست وضعية، بمعنى ثاني أنها حياتية وليست لخدمة الواقع وجني محاصيل الواقع. وبمعنى أكثر دقة، إنه الواقع عندما ينسجم مع العقل، الواقع بالمحبة والرجاء والإيمان عندما ينسجم مع العقل يصبح هناك تطابق بين العقل والواقع. وهنا يأتي السمو المسيحي في إنه خدم الواقع، المسيحية خدمة الواقع، والواقع خدم المسيحية.